قبل أن أنتقل إلى التغريدة والتعليق وقبل نهاية الحلقة، والتعليق منك سيد معين على الحقيقة، الأزمة التي تعيشها الليرة التركية اليوم، في أي إطار وإلى أي مدى تتجه هذه الأزمة؟ شوف، قد يكون مرتبط هذا السؤال بأول قضية تكلمنا فيها. الاقتصاد التركي اقتصاد ديناميكي وليس لديه مصادر دخل دائمة مضمونة، يعني ليس لديه بترول، ليس لديه مواد، أقصد كميات كبيرة لتؤثر على المنظومة الاقتصادية في الدولة، ليس لديه مواد خام خاصة تؤثر أيضا على المنظومة والبنية الاقتصادية. تركيا تعتمد في اقتصادها على المناحي الأساسية، الاقتصاد الحركي الديناميكي، الزراعة، السياحة، الصناعة، وبعض التجارة. هذه هي البنية، العناصر الأساسية في الاقتصاد التركي. هذا النوع من الاقتصادات تكون دائما عملته سهلة التأثر بأي أزمة اقتصادية. لذلك تركيا تسعى بكل قوة لتكون لديها مصادر دخل جديدة مثل الغاز، لأنه حجم الدين الخارجي على تركيا وحجم كبير جدا. بالمناسبة، رغم أنها في الترتيب العالمي مقارنة اليوم كنت أطلع على دراسة أو مقطوعة قصيرة من أو مقطع قصير من دراسة يضع فيها جدول حجم الدين على كل حسب عدد سكان الدول، كانت تركيا تقريبا من أقل الدول في العالم أو أقل دول في المجموعة العشرين، تقريبا الثالثة أو الرابعة من الأخير على مستوى حجم الدين على الفرد مقارنة بالدول بالصين وأمريكا وغيرها. حجم الديون الخارجية على هذه الدول أكبر بكثير، لكن بنية الاقتصاد أو الهيكلية الاقتصادية للاقتصاد التركي أو البنية الأساسية للاقتصاد التركي فيها مشكلة، وليست من العدالة التنمية بالمناسبة، هي مشكلة قديمة جدا بسبب أن ليس لديها لا مصادر دخل ثابتة غير مكلفة مثل البترول والموارد الطبيعية، وليس لديها كما يقولون هاي تك اللي هي التكنولوجيا العالية، صناعات تكنولوجية العالية ليست موجودة في تركيا. وهذا ما دفع الحكومة التركية خلال السنوات الماضية إلى تشجيع هذا القطاع. واليوم بدأت تركيا بالمناسبة في موضوع صناعة البرمجيات وصناعة التكنولوجيا العالية، لكن ما العامل الرئيسي أقصد لأنها تريد أن تدخل عملة صعبة. أما موضوع، هناك معلومة وصلتني على ذمة من نقلها وأثق بمن نقلها، أن الأزمة الأخيرة كان الفتيل الأساسي فيها ليس داخلي. بالمناسبة، هناك مجموعة من البنوك الإنجليزية كالعادة بالمناسبة كل سنة وكل فترة تذهب هذه البنوك لصناعة أزمة في تركيا، لأن هذه المجموعات الاقتصادية تربح من تقلبات العملات في هذه الدول. ولا تهاجم تركيا لوحدها، لكن تركيا أحد أهم أهدافها والمستهدفين من قبلها. باعت الليرة بكميات كبيرة لزبائنها، وحسب القانون يجب أن توفر هذه الليرة فعليا خلال 24 ساعة من بيعها عبر بيعها الرقمي. فحدث مشكلة بينهم وبين البنك المركزي أنه لم يوفر لهم الليرة التي طلبوها، فحدث ضغط منهم على الدولار. وأعتقد يوم الجمعة التي تلت يومين من الأزمة، يوم الجمعة حدث تفاهمات داخلية بين البنك المركزي وهذه المجموعة، فكان هناك حل وسط أطفأ فتيل الأزمة. بالمناسبة، كما تذكر ارتفعت بشكل سريع جدا الليرة واستمرت في الصعود ولم تتوقف إلا ثالث أو رابع يوم في ذلك الحدث، ثم تراجعت قليلا نتيجة هذه الاتفاقية. واليوم هي منذ ذلك اليوم تقريبا في نفس الأرقام، لم تصعد كثيرا ولم تتراجع كثيرا. هناك من يتوقع أنها تصعد حتى 8 مقابل الدولار. شوف، إذا لم تحدث أي أزمة مشابهة، لم يحدث أي ضغط مشابه، لا أعتقد ذلك، لأن تركيا على صعيد الصادرات كسرت حواجز السنوات الماضية كلها الشهر الماضي، على صعيد حجم الدين الخارجي فيه تراجع مؤثر وواضح، نعم. على صعيد بعد كورونا بالمناسبة، وفي ظل كورونا كانت تركيا من أحد أهم الكاسبين من هذه الأزمة، لأنها استطاعت أن توفر المواد المطلوبة لدى الدول التي أغلقت مصانعها، وأوروبا كانت المستورد الأهم من تركيا. تركيا اليوم، أنا أعلم بسبب أعمالي في السوق التركي، هناك العديد من الشركات حتى التي تعمل مع الصين بدأت تفكر بشكل جدي، بل وبعضها بدأ بتنفيذ انتقال ولو جزئي لمصانعه ومحطات إنتاجه إلى تركيا، لأنها أثبتت أن خلال أزمة كورونا، أن أزمات مشابهة، تركيا كانت الأكثر صمودا والأكثر إنتاجا في ظل هذه الأزمة. هناك العديد من المصانع في تركيا التي اضطرت للعمل 3 ورديات 24 ساعة لكي توفر المطلوب منها من المنتجات. لذلك أنا أعتقد أن الأزمة التركية أزمة متوقعة، وارد أن تستمر، لكن لا أعتقد، لا، أنا لست بهذا التشاؤم
لأنه بالمناسبة حتى لا ننسى ولا نخلط ليس السبب الذي ذكرته هو فقط السبب الوحيد. جاء هذا السبب مع أزمة في شح في الدولار في السوق التركي بسبب سحب الدولار لصالح شراء الذهب. اليوم ليس الأتراك فقط، العالم كله يشتري ذهب، والأتراك أيضا ليسوا ببدع من الشعوب، الأتراك اشتروا ذهب، شح الدولار في السوق فزادت قيمته مقارنة بالليرة التركية. هناك أيضا قضايا، أزمة فرض بعض الضرائب على العملة الصعبة في السوق التركي رسميا، اضطر العملة الصعبة للخروج إلى السوق السوداء، وهذا أيضا أثر على شح في الأسواق الرسمية والبنوك، شح للدولار.